وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور وليد خليفة المانع، وكيل وزارة الصحة. دكتور وليد، مع وصول المصابين إلى 8 ووصولهم بالتأكيد جميعا إلى مجمع السلمانية الطبي، هل تطلعنا على حالة المصابين الصحية؟ أولا مساء الخير، نتشكر بالسلامة لأخواننا وأخواتنا وأبنائنا من البحرين في هذه الحملة، وأحمد الله على سلامتهم، وكذلك نقدم التعزية لأهل المتوفية وأهل المتوفي اللي هو السائق، ونسأل الله عز وجل لهم الجنة إن شاء الله يا ربي، وأن يعني لهم الصبر والسلوان. بالنسبة لسؤالك، اليوم طبعا استقبلنا في المطار عائلتين من هذه الحملة، وكان عددهم 13، ويعني وصلنا المواصلات والإسعاف اللازم إلى مجمع السلماني الطبي، وتم تشخيص وفحص 8 في مجمع السلماني الطبي، وكانت حالتهم الحمد لله بالعالمين كلها مستقرة. من هذول 8 3 منهم يدخلون إلى مجمع السلمانية لأسباب بعد كذلك مستقرة، ولكن تتفاوت بعضها كسور أو للمتابعة للمرضى متابعتهم. والباقي الحمد لله الخمس الباقين بيتم ترخيصهم من مجمع السلمانية الطبي، وأمورهم إن شاء الله يعني الحمد لله بالعالمين صحتهم جيدة، وسيتم متابعتهم في العيادات المتخصصة في الأيام القادمة. وزيرة الصحة بالتأكيد يعني أكدت على توجيهات الحكومة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الصحية للرعاية أينما كانوا. حدثنا عن الآليات والخطط التي تعتمدها الوزارة في مثل هذه الحالات الطارئة. نعم، مثل هذه الحالة اللي صارت عندنا وبعيد الشارع يعني في أي مصاب، وزارة الصحة عندها فريق متخصص. هذا الفريق يعنى بالإصابات البليغة ويقدم خدماته داخل البحرين وخارج البحرين، فعند وجود أي يعني حادث سواء داخل البحرين أو خارج البحرين يتوجه هذا الفريق إلى خارج البحرين، ويتوجه إلى المستشفيات اللي يقدم فيها الخدمة وإلى المصابين، ويتم تقييم المصابين هناك والتنسيق مع المستشفيات اللي تقدم الخدمة، وكذلك التنسيق مع المستشفيات في البحرين ومجمع السلماني الطبي لمواصلة الخدمة لما يرجعون إن شاء الله بالسلامة. أما داخل البحرين فيتم استقبالهم في مطار البحرين الدولي أو حتى يعني أي خطة أي منفذ ثاني للبحرين، يتم استقبالهم وتقييمهم ووجود الإسعاف اللازم لهم ونقلهم إلى مجمع السلماني الطبي، وفي هذه الأثناء كذلك تقدم لهم الخدمات الصحية اللازمة من تشخيص وعلاج وإدخالهم المستشفى إذا دعت الحاجة. نعم، تفعيل هذه الخطة طبعا يكون بطريقة مباشرة، يعني في أي وقت 24 ساعة الفريق جاهز ومستعد لتقديم الخدمة على طول، والحمد لله ربنا وفقنا في هذه يعني إدارة هذه المشكلة وتفعيل الخطة، أن احنا تواصلنا مع المصابين هناك ومقدمين الخدمة في المملكة العربية السعودية، وفريقنا من استشاريين وأخصائيين ذهبوا للتقييم وهم ينسقون معنا، وبإذن الله طبعا اليوم بعد كذلك في عدد جاي الساعة تقريبا عددهم 8 أشخاص أو 9 أشخاص ليلا، وبكرة 9 أشخاص، وبذلك إن شاء الله يكون في الغد رجوع جميع المصابين اللي حالتهم الحمد لله رب العالمين مستقرة إلى البحرين لمواصلة الخدمة لهم بإذن الله تعالى، ويرجع الفريق إن شاء الله اللي قام بمتابعتهم هناك كذلك. نعم، الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.